هذا يسأل عن مسألة كثيرة الوقوع، إذا قاموا الناس يصلون حصل فرجة أمامك في الصف اللي أمامك، هل تتقدم وتسدها ولا تبقى في مكانك؟ إن تقدمت سددت الفرجة فلا بأس، طيب، وإن بقيت في مكانك فلا بأس، ولكن ما توالي المشي من فرجه الفرجه الفرجه، لا، هذا مشي كثير، إذا تخطيت صفين ثلاثة هذا مشي كثير في الصلاة ما يجوز، أما خطوات يسيرة بين الصفين لا بأس.